المهندس محمد علي مدير مشروع سكن كريم بعرب العيادة، أهلا بحضرتك، نورتنا في حياة جديدة. نورت. يعني على مدار السنوات الماضية الدولة أطلقت العديد من المشروعات السكنية علشان توفر سكن آمن لأهالينا في المناطق الخطرة، وإحنا النهاردة قدام يعني كمان مبادرة حياة كريمة مكملة نفس المسيرة، وإحنا النهاردة أمام سكن كريم، وده نموذج من مبادرة حياة كريمة عاملاه. كلمنا عن تفاصيل مشروع سكن كريم هنا بعرب العيادة ومساحة المشروع دي. والله هي مساحة المشروع إن هو تكون من 119,000 متر مربع كمساحة كلية. عندنا هنا 15 عمارة، كل عمارة فيها 8 وحدات. مساحة الوحدة 90 متر مربع، الوحدة فيها 3 غرف وحمام ومطبخ ريسبشن. تكفي لأسرة مكونة من أب وأم وأربع أطفال أو 3 أطفال. قصاد كل عمارة في حظيرة، الحظيرة مكونة من 8 وحدات، كل شقة ليها وحدة حظيرة عشان نوفق الدنيا مع الحياة الريفية اللي فيها المشروع، عشان يعني تحافظوا على الهوية الريفية للسكان اللي هيسكنوا هنا. بالظبط. طيب يعني احنا دلوقتي نسبة قد ايه تم في تنفيذ المشروع، نسبة التنفيذ كانت بقت قد ايه؟ وصلت حاليا ممكن نقول 89%. يعني خلاص احنا قربنا نفنش المشروع كله. طيب باشمهندس، يعني ممكن اي حد يشوفه ان هو مشروع عادي كمشاركه شاب، لكن اكيد بالنسبه ليك بيختلف ان انت تشارك في مشروع زي ده، يعني هيسعد اهالينا اللي مش متوفر لهم سكن، بالنسبه لك بيمثل ايه؟ والله هو الواحد بيبقى في قمه السعاده بتاعته اما بيحاول يعمل حاجه تساعد بها الانسان عامه، وخصوصا احنا عارفين ان الشعب المصري شعب طيب، اقل حاجه هتبسطه، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نحقق الحاجه اللي سالها الشعب المصري عامه.